تعال ناخد معانا على التليفون دكتور محمد الجوهري رئيس جامعه برج العرب التكنولوجيه. اهلا 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 يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ الصحة؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك بخير والحمد لله. انا احب التكنولوجيا ودراسه التكنولوجيا وان كنت مش من اهلها. انا من بتوع حاجات تانية نظري. الله يخليك. دكتور محمد، واحنا بنتكلم النهارده والريس وجه بانشاء 17 جامعه جديده، 17 جامعه تكنولوجيه، تشوف انه من واقع بقى خبرات حضرتك ومن واقع رئاستك لجامعه برج العرب التكنولوجيه، تشوف ان ده يؤدي الى ايه في مستقبل مصر اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا وكل الحاجات دي؟ انا بشكر حضرتك طبعا على الاستضافه وعلى ده احنا نتشرف المعلومه اوضح. دكتور لا، الخط الظاهر فيه حاجه ما تاني. هنرجع، الرئيس قال احنا الجامعات اللي عملناها خلال العشر سنين اللي فاتوا كلفونا تقريبا حوالي 500 مليار جنيه. انا بس عايزك تاخد بالك من الفتره اللي فاتت دي، اتكلفنا 500 مليار جنيه جامعات تحديدا تكنولوجيا. الله، وده ايه 500 مليار ده؟ عارف كده على راي ما كنا اقول لك 500 مليار في الرخص، واخد بالك؟ طيب، ومستعدين نبني 17 جامعه جداد. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده بنرجع فيه للمقتطف الصوتي الاول اللي اتكلم فيه، او الثاني مش فاكر، اتكلم فيه الرئيس اللي احنا عرضناه على مساله الرؤيه. احنا عايزين ايه؟ انا عايز ايه لسوق العمل في مصر؟ عايز ايه لسوق العمل خارج لمصر؟ رئيس وضح قال احنا عايزين الناس اللي بتشتغل بالرقمنه، الناس بتاعه التكنولوجي، ده اللي طالبه مصر او سوق العمل المصري، ده اللي طالبه العالم. مش احنا طول الوقت قاعدين عندنا كده ايه هوسه عمالين نتكلم فيها، الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا، التطبيقات، تكنولوجيا، الرقمنه، تكنولوجيا، تطوير الصناعه، تكنولوجيا، تطوير البنيه المصرفيه، البنوك، تكنولوجيا، كل حاجه بقت تكنولوجيا. يا راجل الاكل، ابحاث او بحوث الغذاء تدخل فيها التكنولوجيا؟ ما هو لولا الاجهزه المتطوره جدا قوي خالص مفيش بحث، مفيش بحث في الاكل، مفيش بحث في الدواء، مفيش. وبالتالي يعني انا مش عايز بس اضرب امثال، هضرب لك مثل ماساتشوستس انستيتيوت في التكنولوجي اللي هو MIT، اللي هو الاكاديميه الاكبر الاعلى في مجال تدريس التكنولوجيات الحديثه في العالم، طبعا بالتسميه واضح انها في ماساتشوستس امريكا، دي نمره واحد في التكنولوجيا في العالم. لازم تقعد تبص على التخصصات اللي فيها عامله ازاي، تجد وتتيقن. انا زي حالتي، انا راجل اتخرجت زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اقتصاد، لكن ما افهمش في التكنولوجيا يعني. فلما بدات ابص على الجامعات وبدا حصل لي اهتمام شديد بمساله الجامعات في الدنيا، واللي يا ترى تصنيفاتها عامله كده ليه، وايه سر تطور الجامعات اللي بره اكتر من التطورات بتاعه الجامعات اللي موجوده عندنا في المنطقه بشكل عام وما الى ذلك، فبقعد اقرا كتير في قصه الجامعات دي. لا، لازم تشوف في عندك كام فرع تكنولوجيا في هذه الجامعه المتخصصه، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اسمه كده، هتلاقي ان التكنولوجيا داخله في كل الفروع. معانا مره تانية دكتور محمد الجوهري رئيس جامعه برج العرب التكنولوجيه، وان شاء الله على ايديك يا دكتور تبقى اقوى من MIT في يوم من الايام. الله يخليك يا استاذ يوسف. يعني احنا معلش هو الخط قطع، انا يعني مش عارف راجع من سرير الاسماعيليه من الحفله الكبيره اللي كان الله في العون، كان الله في العون مع الرئيس، فمعلش هي بقى كانت الشبكه. كنا بنتكلم على الجامعات التكنولوجيه. صحيح. وقلنا ان الجامعات التكنولوجيه القديمه ثلاثه بقت عملت من اربع سنوات، احنا كمان ابتدينا سبعه جداد افتتحوا، يعني ابتدوا الدراسه فيهم من السنه اللي فاتت، عندنا بكره من 1/10 او بعد بكره هيبقى عندنا بيروحوا للفرقه الثانيه، عندنا اول تكريم وتخريج للدفعات دي ان شاء الله يوم الخميس القادم في جامعه القاهره التكنولوجيه. كان فخامه الرئيس تفقد عندنا الجامعه التكنولوجيه في برج العرب. أيوه. واشاد بمستوى الطلبه عندها، الطلبه في سنه اولى وكانت بتعمل حاجات بقى في التكنولوجيا اللي حضرتك كنت بتسالني عليها، حاجات مبدعه، لان احنا تخطينا بقى حاجز ان احنا نبتدي مع الطالب دراسه نظريه لمده سنتين زي ما كنا بنعمل في الهندسه او في الكليات النظريه، ابتدينا على طول ان هو يعني 70% منهم جاي من دراسه عمليه من المدارس التكنولوجيه الفنيه،
ابتدينا بقى نتخطى حاجز المواد النظري، وابتدينا معاهم بقى يبتدوا في مشاريع وحاجات تكنولوجيه. ففخامه الرئيس لما شاف، ولو حضرتك كنت يعني طبعا شاهدت اكيد بافتتاح، كان عندنا طلبه مبهره جدا وبتعمل حاجات بايديها في التكنولوجي وفي الاي تي وفي السكك الحديديه وفي الغزل والنسيج، كلها حاجات يعني البلد طالباها. وطب بالاضافه طبعا للمشروعات الزراعيه اللي موجوده عندنا اللي هي حوالينا في منطقه برج العرب، سواء محميه قاعده محمد نجيب او غيرها من المشروعات الزراعيه اللي بتعملها الدوله في كل حته. حلو جدا. طيب يبدو انه لا زال البعض فينا مش مستوعب اهميه الجامعات التكنولوجيه في التقدم الاقتصادي بشكل عام يا دكتور. والله الجامعات التكنولوجيه زي ما انا قلت قبل كده حتى وفي لقاءات مع الاعلام بتحل لغز كبير. احنا كان زمان مشكلتنا ايه؟ انت عارف حضرتك المانيا واليابان سبقونا في التكنولوجي دي ليه؟ هم من 40 سنه ابتدوا الجامعات التكنولوجيه. حضرتك الخبير اللي بيجي لك ده وبيشغل مهندسين وبيشغل فنيين، ده مش معاه بكالوريوس هندسه، ده خريج جامعات تكنولوجيه المانيه، ومع ذلك بنضرب له تعظيم سلام. ليه؟ لان هو متعلم كويس جدا، يبقى متخصص في مهنته كويس جدا، بيعرف يشتغل بايده وبيعرف يصلح ويعمل ويصين ويعمل كل حاجه. ده اللي احنا محتاجه في الفتره القادمه. محتاج كمان التكنولوجيا العاليه اللي في الاي تي. يعني حضرتك احنا بقى كل اولادنا والاطفال الصغيرين معاهم الموبايل، ازاي بقى ناهل طالب خريج من عندنا من الجامعات التكنولوجيه يتعامل مع الميديا ومع الكمبيوترات ومع الموبايلات، ويقدر بقى يتعامل بيه مش بس ان هو يستخدمها كبرامج استخدام، يعمل منها بيزنس يشتغل بيه، يعمل منها حاجه تتطور يستخدمها في اداء، ويستخدمها في تطوير مكنه، يستخدمها في الانتاج، يستخدمها في الانترنت اوف ثينجز اللي هو بقى دلوقتي كل حاجه موجوده حوالينا تستخدم الانترنت. كل ده احنا بنعلمه في الجامعات التكنولوجيه. مش بس كده، يعني معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد ايمن عاشور بيحاول يسهل حته بقى التوامه مع الجامعات العالميه التكنولوجيه سواء الايطاليه او الالمانيه او اليابانيه. في الفتره اللي جايه حضرتك هتسمع عن تحالفات مع جامعات اجنبيه كلها بتطلب من الوزاره انها تعمل معانا شراكات وحاجات كده كبيره عشان تدرب اولادنا، لان زي ما حضرتك وفخامه الرئيس النهارده قال في الاجتماع ان احنا عايزين مش بس ناخد السوق المصري، العالم حوالينا في الدول المتقدمه محتاج الفني التكنولوجي المدرب اللي بيعرف يعمل شغلنا بايده، لان احنا بقينا بنفتقد ده في العالم مش بس في مصر. فاحنا الحمد لله ابتدينا متاخر، بس الحمد لله يعني ان احنا ابتدينا، يعني حضرتك ادينا خلال 3-4 سنين نخرج من كل الجامعات دي، وهتلاقي الخريج ده موجود في كل المصانع وفي كل الشركات. برضه عشان يعني ادي كل واحد حقه، المصانع والشركات اللي موجوده حوالينا وخصوصا في برج العرب ما سبتناش لوحدينا، بتدرب جميع الطلبه، وكل واحد بيجي عندي يعمل شراكه او بروتوكول تعاون يقول لي يا دكتور انا بحجز الطلبه الاوائل من دول انهم يشتغلوا عندي، انا دربتهم وعملتهم. فده بيديني بارقه امل ان انا مش بس بعلم عشان اخرج خريج ياخد شهاده اعلاها على الحيطه، لا ده الراجل رايح لسوق العمل سواء في كليه العلوم الصحيه في جميع التخصصات سواء صناعات دوائيه او تكنولوجيا الرعايه الصحيه او تكنولوجيا الاي تي او تركيبات الاسنان، او بالنسبه للصناعه والطاقه سواء التخصصات الزراعيه اللي عندي او سواء التخصصات التكنولوجيه الهندسيه اللي موجوده عندي. طب ده شيء اكتر من رائع، وبالتوفيق دايما يا دكتور، ربنا يوفقكم، وننتظر ال4-5 سنين دول ربنا يكتب لنا جميعا العمر. 3 سنين يا ريس، احنا يعني الدفعه الثانيه عشان برضو بس بطول عليك ان شاء الله. وعندنا انا برضو يعني قبل ما اقفل مع حضرتك، احنا عندنا سجل يبقى 2+2، يعني في ناس هتتخرج كمان سنه تاخد دبلوم عالي وبعد كده يكمل لو عايز ياخد بكالوريوس بعديها بسنتين، حب يكمل في العمل ويرجع لي خلال 3-5 سنين يكمل دراساته، الشهاده اللي معاه فيها صلاحيه ال3 سنين يجي يكمل بعدها ياخد بكالوريوس. زي الجامعات في المانيا بالظبط الحركه، زي المانيا بالظبط. الله ينور على حضرتك، دي حاجه جميله جدا. لما انا بحاول اقرا على قد ما اقدر برضو، انا مش قدك يا دكتور يعني، بس اهو بحاول بحاول. اشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد الجوهري رئيس جامعه برج العرب التكنولوجيه.